الضربات النوعية تركزها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في غزة، ومشاهد متوالية تظهر استهداف قوات الاحتلال في مختلف محاور التقدم في القطاع المحاصر. في أحدثها مشاهد مصورة نشرتها سرايا القدس لاستهداف عدة آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية باستخدام عبوة برميلية شديدة الانفجار. معارك أخرى تخوضها كتائب القسام في حي الشجاعية. القسام بثت صورا لقصف بالهاون استهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي في محاور التوغل. كذلك تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لدبابة إسرائيلية محترقة إثر إصابتها بصاروخ مضاد للدروع. وسواء بمواجهة مباشرة أو باستخدام قذائف مضادة للدروع أو من خلال الكمائن التي تترصدها في كل جهة، فإن قوات الاحتلال البرية التي باتت مكشوفة أمام المقاومة وهدفا متاحا فرضت عليها خطط إمداد جديدة من أجل فك الحصار عن قواتها. فلأول مرة ينشر جيش الاحتلال مقاطع مصورة قال إنها لعملية إنزال جوي للإمدادات والعتاد للقوات الإسرائيلية في خان يونس، وشملت 7 أطنان من المواد اللوجستية للفرقة 98. يحدث هذا مع بدء ارتفاع فاتورة الدم في صفوف جيش الاحتلال بين قتيل وجريح. فمستشفى سوروكا الإسرائيلي قال إنه استقبل خلال الساعات 24 الأخيرة 27 عسكريا جريحا، 5 منهم في حال الخطر، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية. بسم الله الله.